properties of the logarithmic function, بعض خصائص اللوغاريتم. الخاصية الأولى لو كان عندي رقمين a b log a مضروب في b بيساوي log a plus log b. الخاصية الثانية log a over b لو كان a مقسوم على b هاي بتساوي log a minus log b. الخاصية الثالثة log a القوة n لو كان في عندي أسس فبتساوي n log a. والرابعة log 1 equals 0 ولوج 10 equals 1. هذول خصائص اللوغاريتم ممكن نحتاجهم. هلا رح ناخذ علاقة مفيدة اللي هي التالية important relationship. The relationship between two sound levels and their intensities is given by. هاي العلاقة بتربط لنا بين شدتين للصوت مختلفتين وبين الانتنسيتيز العادية تبعتهم. بتحكي بهذا الشكل بيتا 2 minus بيتا 1 equals 10 log I2 over I1. خلينا نثبت هاي العلاقة بعدين نستخدمها. Proof: احنا بنعرف انه بيتا 1 بيساوي 10 log I1 over I0 وبيتا 2 بتساوي 10 log I2 over I0. وبالتالي بدنا نوجد بيتا 2 minus بيتا 1 بنعوض مكان بيتا 2 ومكان بيتا 1. هلا برجع لخصائص اللوغاريتم لأنه صار عندي I2 over I0 minus log ل I1 over I0. فاحنا بنعرف انه لما يكون log A minus B ممكن نحوله ل log A over B. بالتالي بنقسم I2 على I0 على ال I1 على I0 ونطلع 10 عامل مشترك. ولما نقسم لما يكون في عندي كسور بنحول بنقلب البسط مقام والمقام بسط وبنحوله لضرب. بصير عندي I0 مع I0 راح يروحوا مع بعض. إذا النتيجة هي بيتا 2 minus بيتا 1 equals 10 log I2 over I1. هلا هاي العلاقة ممكن نستخدمها بحل بعض الأمثلة. ناخذ هذا الإكسامبل. Find the ratio of intensities of two sounds, one of which is 10 decibel louder than the other. هلا انتبه للغة السؤال المستخدمة. أول شيء طلب منك find the ratio of intensities. ما حدد I1 على I2 ولا I2 على I1، بس بدك توجد بينهم of two sounds لصوتين. والمعلومة الوحيدة اللي أعطاك إياها إنه one of which is 10 decibel louder than the other، واحد منهم أعلى من الثاني بمقدار 10 decibels. فإذا شو اللي بشوفه من هذا؟ نستنتج إنه بيتا 2 minus بيتا 1 بيساوي 10. هو ما حدد لي مين بيتا 1 ومين بيتا 2. أنا بإمكاني أفترض إنه بيتا 2 أكبر، وبالتالي بيتا 2 minus بيتا 1 equals 10. هلا شو المطلوب نوجده؟ النسبة بين I1 و I2. على طول نحكي إنه بيتا 2 minus بيتا 1 equals 10 log I2 over I1. بس هو معطيني إنه بيتا 2 minus بيتا 1 بتساوي 10، بعوض مكانها في المعادلة اللي تحت ب 10. صار بهذا الشكل. هلا أقسم الطرفين على 10 شو بصير؟ واحد بيساوي log I2 over I1. كيف بتخلص من اللوج؟ برفع القوة 10. بصير عندي 10 القوة 1 بيساوي 10 لا log I2 over I1. هلا العشرة لما ارفع لها اللوج بلغوا بعضهم البعض، وبالتالي شو بصير عندي؟ I2 over I1. هيك احنا اوجدنا النسبة بين I2 و I1. Example: A trumpeter plays at a sound level of 75 decibels. إذا في عندي عازف آلة موسيقية بيعزف بشدة بمستوى الصوت هو 75 ديسيبل. هذا حليناه قبل هيك. شو بحكي لنا هلا؟ 3 equally loud trumpet players join in. ثلاث عازفين جدد بنفس المستوى انضموا له. What is the new sound level؟ وكان المطلوب نوجد مستوى الصوت الجديد. الآن نفس الطريقة اللي بدأنا فيها بحل هذا المثال، هو اللي أعطانا إياه عبارة عن بيتا 1. احنا بنعرف انه بيتا 1 بتساوي 10 log I1 over I0. هلا بده النيو ساوند ليفل اللي عباره عن 10 log I new over I0. بالنسبه لاي نيو الانتنسيتي العاديه بنضيفهم لبعض نجمعهم جمع جبري، فبكون عندنا I new بتساوي الانتنسيتي الاول زائد الثاني زائد الثالث زائد الرابع. بحالتنا كلهم متساويين لانه حاكي لنا انه ايكوالي لاود، فبتساوي 4 I1. إذا بيتا نيو اللي هي عبارة عن 10 log 4 I1 over I0. هلا بس رح نغير طريقة الحل اللي حلينا فيها هذا المثال. إنه شو بنحكي؟ نعرف إنه بيتا 2 minus بيتا 1 بيساوي 10 log I2 over I1. هلا إحنا بيتا 2 شو مسمينها هون؟ بيتا نيو. بس رح نغير التسمية
ونعوض على طول، بس عوض في الأرقام. بيتا 1 اللي هي 75، وبالنسبة لآي نيو هي عبارة عن 4i1. هلأ الآي 1 مع الآي 1 بروحه، اللوغاريتم للفور هو عبارة عن 6 بالعشرة، وعوض مكانه فصار عندي الآن 6 بالعشرة ضرب 10 هي 6، وبيتا نيو equals 81 decibels. The relationship between two sound levels and their distances from the source. هلا لو كان عندي مصدر للأمواج الصوتية وعندي الانتنسيتي، احنا بنعرف انه رح تغير مع المسافة، فهل ممكن نوجد علاقة ما بين مستوى الصوت وهي المسافات؟ في علاقة من هذا النوع. If the wave flows out from the source in all directions, then the sound level at distance R1 from the source is related to the sound level at distance R2 from the source by. في علاقة بيناتهم، تكتب بالشكل التالي: beta 2 minus beta 1 equals 20 log R1 over R2. لاحظ هون في عندي الرقم 20، والترتيب كمان أخذت بيتا 2 ماينس بيتا 1، مش R2 على R1، هي R1 على R2. خلينا نثبت العلاقة بالأول بعدين نستخدمها. Proof، نبدأ من العلاقة السابقة اللي هي بيتا 1 ماينس بيتا 2 عفوا ماينس بيتا 1 10 log I2 over I1. هلا إذا كانت عندي في جميع الاتجاهات فI2 شو بده يساوي؟ power over 4 pi R2 squared، وI1 بيساوي power over 4 pi R1 squared. هلا بما أنه نفس المصدر فالباور متساوية لاثنين، ما في هي نفسها، فبنحكي انه I2 على I1 لما نقسمهم هلا شو راح يضل عنا؟ R1 squared over R2 squared، نحطهم بقوس لعبارة عن R1 over R2 2 تربيع. هلا هذول وين بعوضهم؟ I2 و I1 بهاي العلاقة، فبصير عندي بالشكل التالي. احنا بنعرف انه log A للقوة N شو بده يساوي؟ N log A، فبستخدم هاي الخاصية فبصير عندي log R1 over R2 squared تساوي 2 log R1 over R2. هلا 2 لما اضربها بالعشرة بتعطينا 20، وهيك بنحصل على العلاقة اللي كتبناها في البداية. هلا خلينا ناخذ example تطبيق عليها مباشر. example: the sound level measured 30 meters from a source is 140 decibels. Calculate the sound level at 300 meters. إذن هو أعطانا بهذا السؤال، أعطانا مستوى الصوت على 30 متر، وسائلنا شو بده يكون مستوى الصوت على بعد 300 متر. خلينا نرتب المعلومات. هو أعطاني في البداية R1، وأعطاني مستوى الصوت عندها عبارة عن بيتا 1، وهلأ أعطانا R2 بعد جديد، ومطلوب نحسب البيتا 2. رح نعرف انه بيتا 2 ماينس بيتا 1 بيساوي 20 لوج ار 1 اوفر ار 2. هيك صار تعويض مباشر، ما رح نسوي ولا شيء جديد، بنعوض على طول. بيتا 1 اللي هي 140، وبالنسبه لار 1 30، ار 2 300، قسمهم على بعض بيعطيك 1 بالعشرة، لوج 1 بالعشرة بيساوي ماينس 1. عوض في الارقام والاجابه هي 120 ديسيبلز. Sound detectors اللي هما كيف نكشف الصوت، كواشف الصوت. Sound detection requires the conversion of the mechanical vibrations of sound waves into form that permits the analysis of their frequency and intensity. هلا شو اللي بنحكيه هون احنا؟ Sound detection كشف الصوت بيتطلب the conversion of the mechanical vibrations، نحول الآن اللي هما الاهتزازات الميكانيكية للأمواج الصوتية into form that permits لشكل بيسمح به the analysis of their frequency and intensity، تحليل المعلومات المرتبطة بالتردد وأيضا الشدة. هذا كيف نكتشف الصوت. رح ركز على مثالين. مثال الأول اللي هو الكوندنسر مايكروفون، الميكروفون العادي، والأذن البشرية. بالنسبة ل the condenser microphone، إيش هو؟ The condenser microphone contains a flexible membrane that includes an electrically conducting layer and a rigid conductor. إذا هو بتألف من طبقة اللي هي هم نسميها membrane، اللي بتكون غشاء رقيق بس بكون موصل للتيار الكهربائي، وهذا قابل إنه يتأثر بالأمواج الصوتية زي غشاء الطبلة بالضبط. بعديه بيجي عنا conductor ثاني بس بكون من مادة rigid، مادة صلبة. هلا هذول الاثنين شو بيعملوا؟
The membrane and the rigid conductor form a capacitor. هذول صاروا بيعملوا مكثف. With a capacitance that varies as the membrane vibrates. لا. مواسعة هذا المكثف لما تهتز الغشاء الخارجي هذا بدها يتغير. ما يتغيرش in response to sound wave. هلا لما تتغير شو بتعمل؟ This variation of the capacitance causes a variation in the current. هذا التغير في مواسعة هذا المكثف بيسبب تغير في التيار الكهربائي. وهذا التغير في التيار الكهربائي that can be recorded or sent to a loud speaker. ممكن نسجله أو نرسله إلى سماعات خارجية بتكبر هذا الصوت. هذا مبدأ عمل المايكروفون. هلا المطلوب منك مش حفظ تحفظ المعلومات اللي هون، هي معلومات سهلة بس افهمها، هذا هو المطلوب، وانك تكون عارف معاني الكلمات مش اكثر من هيك. The human ear، هلا الاذن البشرية. The function of the ear is to transform the vibrational energy of waves into electrical signals. إذن وظيفة الاذن البشرية انها تحول الاهتزازات او الطاقة الاهتزازية إلى إشارات كهربائية which are carried to the brain by the nerves. بالنهاية هاي تحمل إلى الدماغ بواسطة الأعصاب. هاي هي وظيفة الأذن البشرية. هلا the human ear can respond accurately to variations in the sound frequency and intensity without being affected. هاي أهم خصائص الأذن البشرية. الآن The human ear can respond accurately. إذن تقدر تستجيب بدقة للتغيرات في التردد والشدة without being affected، بدون ما يتأثر بالأشياء التالية. By the motion and vibration of the body. لما حركة جسمك أنت تتحرك ما راح تأثر على قدرتك على سماع الأصوات. Or by the sounds produced by the blood flow. أو الأصوات اللي بينتجها تدفق الدم. And in the internal organs أو تدفق الدم في الأعضاء الداخلية. هاي خصائص الأذن البشرية. هلا the human ear also permits the listener to locate sound sources and to concentrate on specific sounds in a confused sound environment. أيضا من خصائصها إنه تسمح لك تحدد موقع الصوت وتركز على صوت محدد حتى لو كنت في بيئة فيها ضوضاء وفيها عدة مصادر للصوت.